والاتحاد من الغلا نلبي لها نلبي لها من حبها إماراتي نرزف لها نرزف لها نرزف نرزف لها الأعمال أكثر من 300 مشروع للتاجر الصغير بالإضافة ل 85 مشروع في السوق الوطني. وبالنسبة لكرنفال رواد الأعمال الأطفال بيشاركون ويانا 100 مشروع من رواد الأعمال فئة الأعمار من 5 سنوات ل 11 سنة بالإضافة لورش العمل والمسابقات اللي بتكون في محطة رواد الأعمال. ربها أجمل مثل ونفلها الله يحفظها ونبقى بظلها نوقف لها كلنا لها نرزف لها نرزف لها نرزف بنحب لها نرزف نرزف لها نرزف بيعيدها نرزف نفرح لها نفرح نرزف لها نرزف لها نرزف بنحب لها نرزف نرزف لها. أترعاية سمو الشيخ حمدان محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس تنفيذي. تقام مسابقة التاجر الصغير للسنة العاشرة على التوالي. طبعا تهدف المسابقة إلى خلق البيئة التنافسية بين طلاب المدارس والجامعات. نحاول طبعا من خلال المسابقة تثقيف الطلاب أو توعيتهم بريادة الأعمال، يبتدون مشاريعهم، يقدرون يعرضون أفكارهم خلال 4 أيام. أي طالب له فكرة مشروع يقدر يعرض فكرته خلال 4 أيام. طبعا هاي السنه نحن قمنا بالمسابقه في مركز وافي. طبعا خلال 4 أيام في تقييم للمشاريع هذه المشاركه، وفي بعدها بيكون في تكريم لافضل المشاريع المشاركه. فنهدف من خلاله ان نوعي الطلاب الجامعات والمدارس ان يحاولون يبتكرون في مشاريعهم، يحاولون يبدعون. أهم شيء موضوع الإبداع والابتكار في جزء الإدارة التسويقية الإدارة المالية للمشروع، نحاول أن نثقفهم من الناحية المالية، نعطيهم بعض الورش عمل خلال فترة الفعالية كيف يقدرون يطورون من الخطة المالية للمشروع والخطة التسويقية. لها نرزف نرزف لها نرزف لها نرزف يا بلادي